بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والعديد من أعضاء مجالس الأعمال العربية. نظم مجلس الأعمال السوري بدبي ندوة بعنوان نظرة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على السوق العربي، حيث استعرض خلالها الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بأسباب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في دول العالم الغربي والعربي، مؤكدا أن دول الخليج والدول العربية هي أقل المتضررين من هذه الأزمة نظرا لكون الدول الغربية هي المسبب الرئيسي لها. كما أشار أبو غزالة إلى أن الإمارات هي على رأس الدول التي سوف تتجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت وبأقل الخسائر. قال طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية أن الأزمة المالية العالمية ستستمر لمدة 10 سنوات في الغرب، لكنها ستكون أقل وطأة على عالمنا العربي. وأكد أبو غزالة أن مستوى الشفافية في دول المنطقة أفضل منه في الدول الغربية. الأزمة المالية الآن ستصبح أزمة اقتصادية في العالم المتقدم، في الغرب تحديدا. هذه الأزمة سيعيش معها الغرب إلى فترة 10 سنوات، لن تنتهي إلا من خلال عملية إصلاح اقتصادي يؤدي إلى تغيير الأنظمة الاقتصادية في الغرب وتحولها من اقتصاد اللا محاسب واللا مقيد إلى اقتصاد رأسمال ولكن مراقب ويخضع لسياسات وأنظمة وضوابط. في العالم العربي في وطننا وهذا هو الأهم، الأزمة ستكون أقصر بذلك من كثير، لأن وضعنا الحالي هو ما سيصل له العالم الغربي بعد 10 سنوات من تحول إلى اقتصاد تراقب الدولة كراعي للاقتصاد وكمسؤول عن هذا الاقتصاد وهو ما موجود الآن. ولذلك نحن في وضع صحي أفضل ومعافاتنا ستكون أسرع والضرر علينا سيكون أقل. مسألة الشفافية من قبل البنوك والشركات، هل هي أمر محبب في مثل هذه الأزمات أم أنها مجرد أمر سيزيد الأمر سوءا بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ بس يا سيدي لا نظلم أنفسنا بالشفافية اللي عندنا 10 أضعاف الشفافية الموجودة في المجتمع الغربي، وسبب انهيار سوق المال في أمريكا هو انعدام الشفافية، لأن الدولة لم تكن تملك أي بيانات أو معلومات ولم يكن لديها السلطة أن تطلب البيانات والمعلومات المالية عن سوق المال وعن المشتقات التي هي سبب هذه الأزمة. وأزمة انهيار المال أن الحكومة الأمريكية والسلطات المالية الأمريكية لم تكن لديها أي معلومات بسبب انعدام الشفافية، فبالتالي الشفافية هي أن يكون هنالك معلومات كافية مقدمة أولا إلى الجهات الرسمية التي لها حق الرقابة، والحمد لله في دولة الإمارات وفي بلدنا العربية أنه عندها حق الرقابة. البنك المركزي يحق له أن يسأل عن أي معلومة في أي بنك، هذا مش موجود في أمريكا، فإحنا عندنا شفافية أكثر.